مركز طاميه بمحافظه الفيوم. النائب رفعت محمد بوده يوسف داغر وشهرته رفعت داغر عن المقعد الفردي بالدائره الثامنه ومقرها مركز زفته بمحافظه الغربيه. النائب حسام توفيق محمد رفاعي وشهرته الدكتور حسام الرفاعي عن المقعد الفردي بالدائره الاولى قسم اول العريش بمحافظة شمال سيناء. وأعلنت الهيئة الجدول الزمني وصارت إجراءات العملية الانتخابية حتى بدأت الانتخابات في الخارج يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وفي الداخل يومي 19 و20 من الشهر الجاري. وقد تنافس على المقاعد الشاغرة عددا من المترشحين من المستقلين والمنتمين للأحزاب على النحو التالي: مقعد دائرة مركز زفتة محافظة الغربية عدد 13 مترشحا، مقعد دائرة مركز طامية محافظة الفيوم عدد 10 مترشحين، مقعد دائرة قسم أول العريش محافظة شمال سيناء عدد 9 مترشحين. ولم يتقدم أي مرشح في الدوائر الثلاث بأي تظلم على إجراءات الاقتراع والفرز والحصر العددي. وبعد مرور المدة المحددة سلفا طبقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مبشر حقوق سياسية رقم 45 لسنة 2014، وعلى ذلك قام الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة محاضر الحصر العددي، وأعد محضرا بما أسفرت عنه النتيجة، وذلك بعد جمع أصوات من أدلوا خارج البلاد وداخلها. وبعرض المحضر على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أصدر قرارا باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة الانتخابات بالدوائر الثلاث، وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة الزفتة محافظة الغربية، عدد الناخبين المقيدين 346,892 ناخبا، عدد الناخبين الحاضرين 60,236 ناخبا بنسبة 17.36%، عدد الأصوات الصحيحة 58,656 صوتا بنسبة 97.37%، عدد الأصوات الباطلة 1580 صوتا بنسبة 2.63%. الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طامية محافظة الفيوم، عدد الناخبين المقيدين 240,780 ناخبا، عدد الناخبين الحاضرين 78,166 ناخبا بنسبة 32.46%، عدد الأصوات الصحيحة 75,211 صوتا بنسبة 96.21%، عدد الأصوات الباطلة 2955 بنسبة 3.79%. الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول العريش محافظة شمال سيناء، عدد الناخبين المقيدين 115,383 ناخبا، عدد الناخبين الحاضرين 18,525 ناخبا بنسبة 16.05%، عدد الأصوات الصحيحة 18,022 صوتا بنسبة 97.28%، عدد الأصوات الباطلة